ينضم معنا من بغداد سيد عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، مرحبا بك. مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب بعمل دولي لحل الميليشيات في العراق وتحقيق العدالة. في الحديث عن المشهد العراقي، كيف لعبت الميليشيات دورا في ارتكاب الانتهاكات والعودة إلى الطائفية؟ مرحبا بك وتحية للمشاهدين الكرام. يعني هذا المطلب الذي قامت به مركز جنيف للعدالة في مجلس حقوق الإنسان اليوم وتابعناه عن كثب، يبين أن المنظمات الدولية والقانونيين بدأوا يعني يعرفون الخطوط العريضة لهذه الميليشيات وجرائمها في العراق، ولا سيما ما ارتكبته منذ 2014 وإلى اليوم بحق المدنيين تحت مظلة القانون. وهذه الميليشيات هي ترعرعت في حضن الحكومة ومباركة إقليمية ومباركة إيرانية ومباركة أمريكية، وقد أدت هذه النتائج كلها إلى الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في العراق في مدينة سيما في مدينة الموصل والفلوجة وصلاح الدين ومدينة سامراء وديالى وغيرها من المناطق وفي مناطق حزام بغداد. هذه كلها مؤشرات على أن هذه الميليشيات ترتكب هذه الجرائم بحجة القانون وكما هو معروف بحجة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش والخلايا النائمة، وهذه الادعاءات كلها هي محض افتراء وسيف مسلط على المدنيين حتى تتمكن هذه الميليشيات من فرض سيطرتها وتنفيذ المخطط الإقليمي في العراق. ومعروف أن هذه المخططات هي تقوم على التهجير القسري والاعتقالات والتعذيب. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة الاستجابة لاحتياجات الناجين من العمليات العسكرية بعد انقضاء أكثر من عامين على انتهاء العمليات العسكرية. لماذا لم يتم البدء بالإعمار رغم هذه المطالبات الأممية، ولم يتم تمكين اللاجئين أيضا؟ يعني إذا ما تمت هذه المدن الإعمار أو عملية الإعمار في المدن التي تدعى أنها خرجت من تنظيم داعش، ولكن للأسف وقعت في فخ الميليشيات، وهذه عمليات الإعمار هي شماعة يعلق عليها السياسيون والأحزاب الادعاءات والافتراءات التي يقومون بها بأن العراق تضعها في بعيدا عن هذه الاتهامات الفساد. ويلف ملف الإعمار هذا العديد من الشبهات والصفقات السياسية فيما بين الأحزاب الحاكمة الآن، وهو يؤدي بالتالي إلى يعني عرقلة رجوع المدنيين إلى أسكنهم، بغية التغيير الديموغرافي والحراك التي نشهدها هنا وهناك، وأيضا ملف الإعمار الذي بات يعني عقبة حقيقية أمام عودة المدنيين إلى سكنهم، وهذا مؤشر خطير على أن الحكومة غير راغبة في أن تكون هذه الملفات فيها مصداقية. شكرا لك أستاذ عمر الفرحان، عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من بغداد.